عضو اليك مجددا. لماذا قفز الحديث حول الحياه السياسيه التي يجب ان تضخ الدماء في شرايينها من جديد، والحياه الحزبيه لماذا اصيبت بهذا الجمود وعلينا ان نعيد النظر اليها مجددا؟ والبعض يتحدث عن ارث ليس ايجابي عن علاقه المصريين بالسياسه والحياه الحزبيه، وبان المصريين ربما عانوا ما عانوه من مرحله من الاضطراب وعدم الاستقرار حتى وان لم تكن الحياه السياسيه وجودتها مسؤوليه مباشره عن هذا. لو كنا ملائكة لما احتجنا للحكم ولا للسياسة ولا للأحزاب ولا للانتخابات. هذه مقولة تنسب لمارتن لوثر أحد الإصلاحيين الكبار البروتستانتية في أوروبا، وكانت الرسالة أنه بمنتهى البساطة أن الحكومة من وجهة نظر يعني هي واحدة من الأمور النتائج الطبيعية اللازمة عن فكرة أن الإنسان سينفول، الإنسان مخطئ. لانه وفي مقوله تانية بتقول لك نزعه الانسان للظلم هو ما يجعل الديمقراطيه ضروريه، ونزعه الانسان للعدل هو ما يجعل الديمقراطيه ممكنه. لان احنا بنظلم بعض، فانت محتاج الديمقراطيه اللي فيها تعدد مراكز صنع القرار، فما فيش واحد يحكم والباقي يطيع، فيها تداول سلمي للسلطه، فنقدر يعني يكون عندنا فرصه انه فلان غلط ففلان احسن منه. ده مثلا كان انحيازاته اتجاه انك تكبر الكيكه الوطنيه بانك تقلل الضرائب وتقلل الجمارك، والتاني هيكون بيعيد توزيع الكيكه الوطنيه فيكون يدي مساحه اكبر للفقراء والمحتاجين الى اخره. فالديمقراطيه بالنسبه لناس كتيره هي اختراع مهم جدا. يعني لما جم ناقشوا هو ايه اعظم اختراعات اللي شافتها البشريه، فقال لك الحمام. ما مش ببالغ يعني قال لك الحمام. المهم اصل اقول لك من غير الحمام كنا زي بقى في مدينه، كنا في ريف وصحاري، فكان لازم يكون في فكره الحمام ومواسير والصرف الصحي والكلام ده كله. دي كانت قضيه مهمه جدا. قال لك الكهرباء مهمه جدا. الكهرباء ضعفت قدرتنا على ان احنا نتحكم في الطبيعه، واليوم بقى اطول لان احنا كنا بننام بعد يعني المغرب خلاص الموضوع خلص. الناس قالت لك الفلوس، فكره التداول ما بين مؤسسات وشركات ودول والاخر محتاج فلوس، فكره البنكنوت يعني. الرياضيات اختراع عبقري جدا ان خليتك تتعامل مع الامور بمنطق اكتر قليل، لا بمنطق رقمي الى اخره. وهكذا فضلوا ماشيين كده. الطباعه برضه يقول لك لولا الطباعه ما كناش وصلنا لعصر الكمبيوتر والى اخره. جه قال لك لكن لا يمكن اغفال ان الديمقراطيه واحده من اهم هذه الاختراعات. ليه يا جماعه؟ قال لك لانه من غير الديمقراطيه كل الانجازات والاختراعات الثانيه كانت هتفضل محصوره في سياق عدد قليل جدا من الناس اللي هم النخبه السياسيه اللي هو عارفين يكونوا تحالف السلطه مع الثروه مع الامن الى اخره. انما الديمقراطيه اصبحت مهمه واصبحت فضيله عالميه. نختلف بقى مؤسسيا، هتمشي هنا ما تمشي. فاحنا بحاجه لانه هذا الاختراع اللي اسمه الديمقراطيه يمارس عندنا بجد. زي ما احنا كده محتاجين ايه منظومه تدوير القمامه، احنا محتاجين الاختراع ده. زي ما يكون عندنا مش عارف مدارس اليابانيه وطريقه بناء الانسان مش التركيز بس على المعارف والنظريات والكتب، احنا محتاجين الاختراع ده. دكتور ممتاز، حضرتك اشرت الى القول الماثور بين قوسين يعني لبعض قيادات الحزب الوطني قبل 2011 بان المصريين غير مؤهلين للديمقراطيه او غير جاهزين للديمقراطيه، وحضرتك ايدت هذه المقوله لكن القيت باللائمه على الحزب الوطني نفسه الذي استأثر بالسلطه على مدى 30 سنه. ما الذي اختلف اذا كنا بالفعل غير مؤهلين قبل 2011؟ ما الذي تغير على مدى السنوات؟ لا نقدر بقى نتأهل نفسنا. ما هي في الاخر خالص مهما كانت المساله صعبه لكن لابد من ان يكون هناك بقى البوليتيكال انتربرينورز اللي هم رواد الاعمال السياسيين، زي ما عندك رائد اعمال اقتصادي ورائد اعمال في مجال الكمبيوتر ورائد اعمال حتى اجتماعي في مجال العمل الخيري والاهلي، انت كمان محتاج رائد اعمال في المجال السياسي اللي هو في الاخر خالص هتدي يقول لك ايه، لا انت ما انتش مجرد صفر على الشمال، انت لا مفعول لاجله ولا مفعول به ولا مجرور، لا انت فاعل. عشان تبقى فاعل يبقى لازم تكون عارف كذا وكذا وكذا وتفاضل بين كذا وكذا. هنا بقى نقدر ندخل مقررات مثلا كريتيكال ثينكينج بيسموها تفكير نقدي. انا بالمناسبه كنت بدرس الماده ده هي وانا كنت في امريكا، لما كنت في الجامعه في امريكا، ازاي الناس تفكر. بس احنا كنا واخدين ابلكيشنز بالتطبيقات على السياسه، فكريتيكال ثينكينج اباوت بوليتكس. فتبص عندك الطالب جاي يدرس طب، جاي يدرس هندسه، جاي يدرس قانون، جاي يدرس بيولوجي، جاي يدرس فارماكولوجي، صيدله، كل الطلبه لازم يدرسوا يعرفوا ازاي يفكر انت محتاج تعمل ده. انت محتاج بدل ما احنا في حاله تكالب دائم على الاذهان، على اذهان واذان وعقول المشاهد في الخناقه الفلانيه ومين مش عارف مين ولقوا ما اعرفش ايات قرانيه مكتوبه على الارض ومش عارف حرايق والتفكير العبثي، لا تتكلمين بقى الكلمه تجارب الدول التي نجحت في انها تكون دوله. شوف في مصطلح كده اسمه ديفلوبمنتال ديموكراتيك ستيت، دوله تنمويه ديمقراطيه. على فكره في دول تنمويه بس، في دول ديمقراطيه بس، في دول لا ديمقراطيه ولا تنمويه، وفي دول ديمقراطيه وتنمويه. يعني في الاخر خالص مثلا في عهد بارك هيف كوريا الجنوبيه
دي كانت دوله تنمويه ديفلوبمنتال ستيت، دوله والد بارك يون هيل اللي كانت رئيس ويعني تورطت في بعض قضايا الفساد. فبارك هي ده هو ده كان عبد الناصر بتاعهم، لكن كان ليه منهج خشن جدا، مفيش ديمقراطيه على الاطلاق، زيرو ديمقراطيه. بس في المقابل ايه؟ بنى الانسان صح. الكوري اللي هو في النهارده بقى بيتعلم، بقى فاهم العالم بيحصل فيه، صدر تكنولوجيا للعالم، وصدر تكنولوجيا للعالم. فانت عملت دوله تنمويه ما كانتش ديمقراطيه. ده نموذج بنتكلم عنه، الراجل كونرد اديناور في المانيا، كان ايه اللي حصل في المانيا؟ الاثنين ديفلوبمنتال ديموكراتيك، الاثنين عمل ديمقراطيه على النظام الويست مينستر البريطاني، عمل نفس المساله في عندنا مجلسين وفي عندنا انتخابات وفي الى اخره، بس في نفس عمل تنميه على اعلى مستوى. في عندك دوله زئير في عهد موبوتو سيسيكو، دي دوله بيسموها بريداتوري، اللي هي الدوله النهابه، اللي هو الحاكم الغني والدوله الفقيره. الحاكم ليبيا، هو قذافي ده كان بيعمل ايه؟ هو من اغنى اغنياء العالم واسرته وبقيه المجتمع يعني، تشارلز تايلور وروبرت موجابي صح، احسنت كتير قوي الدول في مثال الدوله النهابه. طيب هو